شو صوتك يا راس. سو 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 شو 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 سو 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 شو 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 ولا مؤاخذة يا ابني، اصل انا عندي شعرة ساعه تروح وساعه تيجي. استاذ ابراهيم صح؟ استاذ ابراهيم مصري صح؟ الحل الوحيد انك تعمل الحلقه دي، احكيها لك يا ريت. وتشرفنا باذن الله. عندها هكون عند حسن ظن حضرتك. طب بص، انت هنشاور لك على واحد معدي. ماشي. اللي هنشاور لك عليه هتروح ضربه بدي، هيتلفت تقول له مين؟ لطفي. ولا مؤاخذة يا ابني، اصل انا عندي شعر ساعة تروح وساعة تيجي. أيوة. برافو عليك. كده. اللي في الاخر بيقول ايه؟ راحت. اللي بيقول ها في ايوه ايوه. طب والله برافو عليك. قول لي بقى هتعمل ايه مع الناس دي، اهم حاجة. ده انا هزهقهم لك. وانا ساعة ما احس انك اتزنقت زنقة جامدة هتلاقيني جاي جري لابس لك لبس واحدة ست. وهنقذ لك الموقف ونعمل شغل بقى جو. وهنعمل جو بس كأنك متعرفنيش. ايوه طبعا فاهم. تعالى معايا بقى عند الاستاذ نبيل عبد النعيم نظبط الحين. ايه ده؟ مين؟ سي لطفي. لطفي؟ لا مؤاخذة يا ابني، اصلا عندي شعرة ساعة تروح وساعة تيجي، ساعة تروح وساعة تيجي. راحي. طب انا مش هسيبك النهارده بقى. ايه حكايتك بقى؟ انا مش سايبك. انا بصور بنصور برنامج. برنامج؟ برنامج ايه؟ الاستاذ ابراهيم هو اللي قال لي اعمل كده. استاذ ابراهيم مين؟ الاستاذ ابراهيم نصر، وقال لي هيلبس واحده ست ويجي دلوقتي. فين هو؟ زمانه جاي. الاستاذ ابراهيم اهو اهو. يخرب بيتك يا عبد الوداد. لازم تروح يا عبد الوداد. اهدى الحقني يا عبد الوداد. بتشد الحضار حامل على دماغك. انت اتجننت يا هلا. كنت فاكرها الاستاذ ابراهيم والله يا معلم. فاكرها مين؟ الاستاذ ابراهيم. ايه اللي حصل بالظبط؟ الاستاذ ابراهيم قال لما تشوف حد معدي اضربه على ظهره بس. قال لي اعمل كده ساعه تروح وساعه تيجي. قال لي في الاخر اعمل له كده. راحت. ايه راحت دي؟ ايوه راحت. راح راحت. انا بقولها راحت يا معلم. ايه تاني سمعني؟ قال لي راحت. اعمل كده. راحت. راحت يعني ايه؟ راحت يعني راحت يا معلم. راحت يعني هارت. قصدك راحت. اهو الاستاذ ابراهيم اهو. ابراهيم مين يا ابني؟ الاستاذ ابراهيم نصر. ده ابراهيم. اهو. ليه كده؟ وكان بتمد ايديك. مش هو بس. انت فاكر يعني ان هو لازق دجني يعني؟ ايوه كنت فاكر الاستاذ ابراهيم. حضرتك لازق دجن؟ لازق؟ لا يا عم الحاج. لازق ايه؟ هو شبهه بقى. طب هو ده ابراهيم؟ لا بس كان لابس نفس اللبس على فكره. كان لابس نفس اللبس ده. نعمل ايه في الراجل ده يا ناس؟ يتحبس. يتحبس يا عم الحاج. لا ايه يتحبس؟ يتحبس. يتحبس. لا يا معلم والله بصور برنامج. والله بصور. بتصور ايه؟ برنامج والله العظيم. مين اللي قال لك؟ الاستاذ ابراهيم. يحرقك ويحرقه الف مره. كل اللي هتعمله حضرتك دلوقتي ايه؟ عشان لابس ريش كده من فوق لتحت. ايوه يعني سمعنا صوت فرخه ولا ديك ولا حاجه. عيب يا معلم واحد في سني. لا في سني ايه؟ ما انت عملت اللي اكتر منه. البستريش اللي فوق لتحت. ايوه ده تمثيل يا معلم. سمعنا دلوقتي. تمثيل ايه؟ تمثيل. طب مثل لنا فرخه، مثل لنا ديك، اعمل كتكوت على قدك يا معلم. بس عيب واحد في سني يعمل سنك كده. سنك يعني انت عندك 800 سنه. امال ايه اللي انت لابسه ده وده؟ ايوه ده سيب يا بيه سيب. اهو قالك سيب. بص انت هتعمل صوت كتكوت او صوت فرخه او صوت ضيق. خلاص يمشي مع الريش ده. خلاص عشان بس نسيبك ويبقى عجابك الوحيد ده العجاب. خلاص ماشي انا موافق. يلا ادام هتسيبوني موافق. وهنسيبك. كوكوكوكو. انت بتعمل لي كتكوت ده ديك يا معلم. تعمل لي كتكوت. لا ديك والله يا معلم. ما انا عارف ان ده ديك. انا عايز كتكوت. عايز كتكوت؟ ايوه. سو 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 سو. حلو كده يا معلم. سو سو سو. ما كتكوت. سو سو. وبعدين تقول سو 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 شو 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 شو